دخل مؤخرا فيلم المهرجان في منافسة مع باقي أفلام موسم أفلام نص السنة. وفيلم المهرجان بيقوم ببطولته عدد من الوجوه الجديدة، منهم الفنانة الشابة أمينة خليل ورامي غيط، وكمان بيشارك فيه عدد من المطربين المهرجانات الشعبية واللي انتشرت في الفترة الأخيرة بقوة زي السادات وعلاء 50 وغيرهم من المطربين الشعبيين. بيقوم بإخراج الفيلم المخرج حسام الجهري، واللي قدم قبل كده فيلم 8% وقام ببطولته أوكا وأورتيجا ومي كساب. لكن حسام الحقيقة السنة دي بيشارك في فيلم المهرجان وهو مختلف تماما عن فيلم 8%، بيرصد من خلاله أغاني المهرجانات وكيفية صناعتها وكمان المنافسة الشرسة اللي بتحصل ما بين صناعه. تعالوا مع بعض نلتقي بالمخرج حسام الجهري. نفسي افهم انت بتعمل معايا كده ليه؟ احتفلت مؤخرا اسرة فيلم المهرجان بالعرض الخاص للفيلم، وتدور احداثه حول اغاني المهرجانات الشعبية، وبيناقش الانتقادات اللي تعرض ليها مطربين المهرجانات في قالب اجتماعي كوميدي. الفيلم من تأليف محمد عبد المعطي والاخراج لحسام الجهري. المهرجان مختلف شوية عن الافلام الشعبي، تمام؟ مهرجان رصد ظاهرة خرجت في الشارع، في ناس متفقه وناس مختلفه، في ناس مبسوطه وناس متضايقه، انا رصد الظاهره في الفيلم، تمام؟ وهنا ده المختلف شويه عن فكره الفيلم الشعبي. انت عارف الفيلم الشعبي ليه خلطه معينه بيعتمد عليها الشباك او المنتج في انتاج الفيلم، ان هو انت عندك مجموعه من الاغاني الدراما ما بنبقاش مركزين فيها قوي قد ما مركز في شكل الاغنيه عامله ازاي، تمام؟ المهرجان مختلف، المهرجان حاجه تانية. المهرجان رصد ظاهره، فيلم دراما، تمام؟ واول مره بنقدم فيه 50 سادات كممثلين، تمام؟ والحمد لله، يعني الحمد لله دلوقتي انا واصل بيهم لمرحله كويسه جدا، فمعهم امينه، معهم محسن منصور، رامي غيط، فمعهم بوكيه من الممثلين الكويسين الحمد لله، تمام؟ فالموضوع هنا مختلف شويه غير الفيلمين اللي فاتوا. انتوا على كده ممكن تضيعوا كل حاجه ما بيننا. فيلم اسمه المهرجان، عشان اخد مصداقيه كنت لازم اجيب مغنيين مهرجان، ففيفتي وسادات هم محسوبين على الاغنيه دي، محسوبين على التركيبه دي، تمام؟ وانا يعني عامل رصد للظاهره، ارصد ظاهره بناس تانية ممثلين، طب ليه ما الحقيقيين موجودين اتعب معاهم شويه واشتغل؟ ده كان وجهه نظري بصراحه في الموضوع ده، كان وجهه نظر شركه الانتاج برضو معايا، وجهه نظر محمد عبد المعطي، تمام؟ ان احنا نبتدي نشتغل على الاولاد اكتر ونطلع منهم طاقه تمثيليه يبقى افضل كتير قوي ما نجيب ممثلين. كله لامي امي، لا هم اللي عايزين نعمل كده. فكرة ان انت تعمل فيلم شكله مختلف، اللي انت تشتغل على تركيبة اغنية مختلفة، اللي انت يبقى معاك عمرو طنطاوي واسامة الهندي عشان يوزع اسامة وعمرو يلحن، فنطلع شكل اغنية مختلف، نصور استعراض بشكل مختلف، تمام؟ نحاول نعمل فيلم تركيبته مختلفة شوية عن السائد، تمام؟ والحمد لله شكل الفيلم الحمد رب طلع مختلف عن السائد، حتى السيزون العرض بتاعه مختلف عن السائد لعرض هذه الافلام. يعني والله انا اكتر حاجه شدتني للفيلم ده اول ما قريت الورق، يعني اتشددت جدا للدور، واتشددت جدا لفكره ان احنا بنقدم ظاهره المهرجان دي اللي هي بقت موجوده حوالينا طول الوقت، واحنا ماشيين في الشارع او احنا راكبين تاكسي او اي حاجه، بشكل فني جدا، وان احنا بنتكلم بنحكي قصه، بنحكي قصه الولاد دول والكفاح اللي هم بيكافحوه علشان يوصلوا لاحلامهم ويحققوا احلامهم، وان دي ظاهره لازم تحترم جدا، وان احنا يعني احنا بنقدم في الفيلم ده ازاي الظاهره دي بقت موجوده حوالينا. يعني امينه، انا بلعب دور كارما، بنت شغاله في حقوق الانسان من طبقه راقيه جدا، والظروف بتوصلها ان هي تحضر فرح بتشوف فيه علاء وسادات وهم بيغنوا، وبتعجب جدا بمزيكة المهرجان وبتتشد لها قوي، فبتقرر ان هي عايزه تساعدهم في شغلهم وتحقق لهم احلامهم. بس هذا الفيلم في حاجه انا شدتني فيها، ان هو بيعالج ظاهره منتشره في مصر بشكل واضح جدا وما نقدرش ان احنا نغمض عينينا، هي فكره المهرجانات. يعني مجموعه لا يقل عن حوالي 40 او 50 فرقه طالعه وكلهم بيسلموا لبعض. اما قريت الفيلم، الفيلم بينقل حاله الاغاني الشعبيه اللي فيها نوع من التطوير، اللي هو بيدخلوا فيها حاجه زي الراب كده، اللي هو يبقى فيه غربي وشرقي على مستوى الموسيقى، لكن
الفكره بس انه لو حصل نوع من الاستسهال ومشيت الاغاني ديت على نفس الوتيره اعتقد ان الناس هتلفظها لازم هتمل. فاكتشفت وقلت لهم يا جماعه عملنا الاغنيه الاخيره فيها تطوير وعملنا رحله الولاد دول وبقدم انا دور في الفيلم كشخصية ان الولاد دول المفروض ان انا بنصب عليهم وباخد الشغل بتاعهم كله بنصب وبنسيبه انا لنفسي. مع تطور الاحداث بنكتشف ان الولاد دول لازم يستمروا وانه الصناعي اللي هو انا الشخصية اللي انا بعملها لازم اشتغل في ورشتي. ما هو انا في حاجة ناجح فيها لازم اعملها. والله في المهرجان بعمل دور برضو يعني مختلف عن الحاجات اللي عملتها اني بعمل دور شخص موجود فعلا في الحياة اسمه عمرو حاحة. شاب طبعا اصغر مني شوية لكن شاب من سني تقريبا وبس. اي لون في المزيكا مش بيضر باي لون قبله، هو في الاخر وفي الاول لون، هو ما تقدرش تقول عليه بينافس، لكن هو لون من حقه يبقى موجود، تسمعه او ما تسمعوش ده ليك مطلق الحريه في كده. الناس اللي بتغني مهرجانات ناس كتير قوي دلوقتي في مصر، فانت هتسمع الكويس منهم ومش هتسمع المش كويس. ولسه مكملين كلامنا عن فيلم المهرجان، واللي اكد صناعه ان الفيلم مش بيدافع عن اغاني المهرجانات لكن بيرصد الظاهره بطريقه كوميديه، خاصه وان اغاني المهرجانات انتشرت بشكل كبير في مجتمعنا المصري واصبحت للاسف موضه بين الشباب. بس سؤالنا هنا، يا ترى هيقبل الجمهور على فيلم المهرجان خاصه ان المنافسه كبيره في موسم نص السنه؟ ويا ترى ايه حكم النقاد على النوعيه دي من الافلام؟ تعالوا مع بعض نلتقي بباقي فريق فيلم المهرجان ونشوف هيقولوا لنا ايه على اجابات الاسئله دي. دوري انا بعمل دور هند، هي محاميه في حقوق الانسان وصاحبه كارما. هو الفيلم اصلا بيتكلم عن مزيكه المهرجانات، ازاي الولاد دول ابتدوا يعملوا المزيكه دي. في ناس كتير معارضين ليهم، في ناس معجبين بالمزيكه بتاعتهم. انا صاحبه كارما اللي هي بتعجب بالمزيكه بتاعتهم وبتتولى اصلا اعمالهم وبتوصلهم يعني للنجوميه وكده. انا صاحبتها اللي معارضه ليها، مش شايفه ان المزيكا دي يعني ايه المميز فيها، ايه المختلف فيها، يعني من الناس المعارضين ليهم. وبعدين مع الوقت بكتشف ان الولاد دول موهوبين فبتعجبني المزيكا. دوني في مهرجان انا بعمل شخصيه شيماء حبيبه السادات، اللي هم من نفس الحاره. شيماء حياتها ماشيه غلط خالص وحياتها متلخبطه، بس سبب اللخبطه اللي هي فيها سبب الفقر. الفقر هم بيعانوا من الفقر والحاره، وان مفيش شغل وان مفيش حاجه قادرين يعملوها، فبالتالي اتجهت انها تمشي غلط. وبس بقى انتوا هتشوفوا الفيلم. الناس بتنتقدها من كتر ما بيسمعوا، فده انا مش يعني انا يعني الواحد دايما لما بيشوف حد بيعمل حاجه غلط لا يقول له الصح لما يتكلمش معاه، وانا مش شايف ان انا بعمله غلط. زي ما في برامج تلفزيون حلوة في برامج وحشة، مش معنى كده ان كل البرامج اسفاف. بس انا كنت في فرنسا مغني على حضرتك تسمع عن سعاد الماسي، مغنية مشهورة، كان معها جيتاريست وكنت بغني على ناي وجيتار ودرامز، وكانت حفلة لايف، وكان المايك اللي انا واخده مايك من بوردة، يبقى ما يعرفش حاجة عن المزيكا اصلا. هو كده بص حضرتك، هو قاعد في بيته وعايز يقول انا هو خلاص ولا اي حاجه ناجحه، فعايز هو يهاجمها عشان هو يتحط في مكانتها، او يبقى انا مش عارف. بس هو ده غلط، لان احنا مش كبار، احنا كلنا سننا صغير، فكان لو في صح كان ممكن يتقال الصح، لكن ما تهاجمنيش. انا بجسد دور شاب اسمه مروان، هو مصوراتي وعلى علاقه بواحده اللي ماسكه البند بتاع مهرجان سادات وفيفتي. بس كان من خلال الاستاذ محمد عبد المعطي المؤلف، هو اللي كتب الحدوته، كلمني في التليفون ورحت قعدت معاه ومع المخرج وقعدنا عملنا زي ورشه، وخدت السيناريو وقريته ووافقت مضيت العقد وصورت. فكره المهرجان جت من نوعيه مزيكا هي اسمها المهرجانات، ده رصد الفيلم كله رصد للظاهره، ظاهره الاغنيات دي. ما بنقولش الفيلم كويس، ما بنقولش سوري الاعمال الفنيه اللي بيقدموها اللي هي اغاني المهرجانات دي حاجه حلوه او حاجه وحشه، بس بنرصد الموضوع جه منين وراح لفين وممكن يتطور ازاي والناس دي هتكمل ولا لا. والمسج بتاعتنا بتاعت الفيلم ان اي حد حتى لو عنده موهبه بسيطه ما نحاولش نهينه، ما نحاولش نكسره، يعني نحاول نساعده على قد ما نقدر، ولو ما ساعدناهوش ما نحاولش نكسره، لان ده تقريبا بيبقى الامل الوحيد ليه في الحياه. فلو خلينا الامل ده يروح ما نعرفش ممكن يحصل ايه.
وصلنا دلوقتي لاخر فقره في البرنامج، واهم التعليقات على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. واول تعليق معانا النهارده لمحمد حسنين هيكل، ان ثوره 25 يناير كسرت خزان مبارك بما فيه من عوالق وشوائب فهي الاصل، و30 يونيو هي تصحيح لما جرى في سياق هذا الاصل. ياسر رزق، لدي معلومات ان المشير عبد الفتاح السيسي سيعقد عدة لقاءات مع شباب الثورة ليعرف مطالبهم. عمرو عبد الجليل العوى بيقول لا يوجد وثيقة لاستقالة مرسي فهو رئيس، والديب بيقول لا توجد وثيقة لتنحي مبارك فهو رئيس، وانا بقول لا يوجد وثيقة لتنحي الملك فاروق فهو لا يزال الملك. وفاء الكيلاني، من يتجاوز الإساءة ليس عاجز عن ردها، ولكنه عرف قدر المسيء فتجاهله، وعرف قدر نفسه فارتقى بها عن كل ما لا يليق. حسين الجسمي، غالبا ما ينتقدون هم أكثر الأشخاص حبا لينا. مي سليم، بدأ تصوير مسلسل ياسين وسعيدة بتعاوني مع تامر حسني. هشام عبد الحميد، سافرت إلى نيويورك للتحضير لعمل مسرحي جديد. وأخيرا دنيا سمير غانم، ليه اختفت البرامج الهادية الروحانية زي حديث الروح والعلم والإيمان؟ التلفزيون للأسف أصبح كله عصبية. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة، استنوني كل يوم في نفس الميعاد من السبت للخميس، وما تنسوش تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان أندرسكور الطبيعية أدريمز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة بألواننا الطبيعية.